قتلى وجرحى في اشتباكات بين ميليشيات الحوثي ورجال القبائل في الرضمة وعمران. النازحون من مناطق الحرب على القاعدة في شبوة يشكون إهمال السلطات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، إليكم التفاصيل. قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخرين في تجدد الاشتباكات المسلحة بين قبائل الدعاب ومسلح ميليشيات الحوثي بمديرية الرضمة بمحافظة إب، حيث قتل هاشم شرف الغرباني بقذيفة RPG، كما قتل هيثم صالح الهزمي بالرصاص. وتشير المعلومات إلى أن الاشتباكات استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة، وتجددت الاشتباكات إثر قيام عناصر حوثية قدمت بالعشرات من صعدة إلى منطقة الداري واعتراضها شاحنة تتبع أحد أبناء قبائل الدعام. قتل مواطن وأصيب 4 أشخاص في هجوم شنته عناصر من ميليشيات الحوثي على منطقة حيز عمران الواقعة بجوار مصنع الإسمنت. ويأتي هذا الهجوم بحسب مواطنين ضمن خطة الحوثي لتفجير الوضع في المنطقة، وبحسب مراسلنا فإن ميليشيات الحوثي تواصل هجومها على منازل المنطقة وترفض الاستجابة لدعوات إطلاق بعض المشايخ بهدف حماية أرواح المواطنين ومنع جر المحافظة إلى أتون الصراع. واحنا من حرس مواطننا وبلادنا ومزارعنا في حجز بني جرادي، اعتدوا علينا مجموعه من الحوثيين من جماعه الحوثي، واحنا بنحضر حظايرنا ونحرس قاتنا ونحرس حقنا الحظاير والقات والمال والمال كل في حق في حقنا، واعتدوا علينا في حقنا، وتم اصابتي في انا، وكان احنا أنا واثنين زملائي حوصرنا من قبلهم، وبعد ذلك حاولنا انسحبنا وجت طلقة يعني في مرفقي هنا في اليد اليمنى. ناشد عبد الله بن منصور أن يحميني، هؤلاء دمويين لا يخافوا الله ولا رسول الشوي، يدخلوا محلنا يفجر المدرسة والجوامع ها والمصنع، احنا ويهم كا حيتافي للحين. انا ناشد الحكومة انضرب من يد من حديد. خلفت الحرب الدائرة في اجزاء من محافظة شبوة بين قوات الجيش والعناصر الارهابية اوضاعا انسانية صعبة، حيث نزحت مئات الأسر من منازلها وباتت بحاجة إلى حملات إغاثية عاجلة. عدي عبد الحكيم والتفاصيل. في إحدى مدارس مدينة عتق بمحافظة شبوة اشترش الأرض نازحون فروا من جحيم المواجهات المسلحة بين الجيش وتنظيم القاعدة. أحمد يقول بأنه هو وأسرته يعيشون حياة صعبة ويتعرضون لمعاملة لا إنسانية بعد أن تشردوا من مناطقهم جراء الحروب المستمرة. فكانوا يعني الروضة يعني لقونا في كل خمس في كل مكان خمس أسر، وكان نفترش على الأرض يعني، وكانت معاناتنا تعيسة جدا. لا مكان للبسمة هنا في هذا الإيواء لهذه الأسر بعد أن فقدوا منازلهم وتعرضوا لكامل أساليب التهميش والحرمان من الجهات المسؤولة والمنظمات الإغاثية. ولو وجدنا أي واحد من السلطة المحلية ولا محافظ ولا ذا ولا الفرع ولا مجلس محلي ولا محافظ ولا شفنا أي واحد بدا علينا. أسرة أخرى داخل أحد الفصول الدراسية فقدت طفلا نتيجة القصف وصعوبة النزوح بين أزيز الرصاص وقصف الطيران. لقمة العيش هي أكبر الاحتياجات، وشربة الماء هي مصدر سعادتهم إذا وجدت، خاصة لهذه الفئة النازحة التي لا يوجد لها مصدر دخل مستمر.
جمعية محلية هي التي تقوم باستقبال المساعدات من المواطنين وبعض رجال الخير. اهتمينا بالنازحين واستقبلتهم الجمعية وأودتهم إلى مدرسة روضة الأطفال العتق، ونسق معها في ناحية السكن اتحاد نساء اليمن، وتم نزوح الأسر كثيرة من مديرية ميفعة، حيث قيدت الجمعية حوالي 2100 نازح إلى عتق غير المناطق الثانية. بالنسبة للمأوى والتسكين سكننا 150 شخص عبارة يمكن عن 36 أسرة، الذي هي الأسر المعجمة بالأجر اليومي. طبعا لم نستلم أي معونات من أي جهة كانت، لا منظمات دولية ولا من سلطة محلية، وإنما من أصحاب الخير ومن الجيران ومن بعض أبناء مديرية عتق ومن بعض الطلبة والأطفال. هؤلاء هم نموذجا واحدا من عدة إيواءات للنازحين في محافظة شبوة، فهناك العديد من النازحين بلا إيواء تشردوا إلى مديريات ومحافظات أخرى يبحثون على موطن آمن يضمنون فيه حياتهم. النازحون هنا في محافظة شبوة يعانون معاناة حقيقية بعد تشريدهم من مناطقهم التي دارت فيها الحروب بين قوات الجيش وتنظيم القاعدة، فهم اليوم يناشدون السلطة المحلية بالمحافظة والمنظمات الإغاثية على المستوى المحلي والدولي بالقيام بواجبهم الإنساني. ودي عبد الحكيم، محافظة شبوة، لقناة سهيل الفضائية. أقامت المبادرة الشبابية لشباب الحزب الاشتراكي اليمني اليوم بصنعاء محاضرة عن التطورات السياسية وأثرها على بناء الدولة. وتطرق المحاضرة الدكتور عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء إلى دور القوى السياسية في الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتأثيرها لاحقا على المشهد السياسي. حذرت شخصيات اجتماعية وسياسية ومنظمات حقوقية من استمرار تدني خدمات الطوارئ في مؤسسة كهرباء الحديدة، ويأتي التحذير عقب شكاوى المواطنين من استمرار تساقط الأسلاك الكهربائية على المنازل والطرقات، كما يشكو المواطنون من ضعف تجاوب مؤسسة الكهرباء مع بلاغاتهم عكس تعاملها مع بلاغات سكان الأحياء التي يقطنها المسؤولون. الحارة كامل تطالب مؤسسة العامة للكهرباء بالصيانة لخدمة المواطنين. هذا كلامي، ولاحظوا أمامكم هذه الشبكة التي عشوائية دشن رئيس جامعة الحديدة دكتور حسين عمر قاضي المكتبة الرقمية وشبكة الإنترنت اللاسلكي بكلية التربية، وتتيح الخدمة الجديدة لمنتسبي الكلية الحصول على خدمات الإنترنت والوصول للمعلومات بشكل سريع. وعبر رئيس الجامعة عن ارتياحه الكبير للتجهيزات التقنية العالية التي زودت بها المكتبة الرقمية. بعد ذلك حضر الحفل السنوي التكريمي لأوائل الطلبة للفصل الجامعي الأول بكلية التربية. أوضح رئيس مؤسسة الحق في الحياة الدكتور نجيب غانم أن نحو 150 ألف طفلة وطفل مصاب بمرض الشلل الدماغي في اليمن. وأكد غانم في المهرجان الرابع لأطفال الشلل الدماغي الذي نظمته مؤسسة الحق في الحياة، أكد على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من معاناة المرضى، سيما وأن أغلب المصابين بهذا المرض هم من شرائح المجتمع الفقيرة حد قوله. يوجد في اليمن لا يقل عن 150 ألف طفل معاق. هذه عادة مركبة، تعرفوا رأيته في بعض البرامج التي تحتاج إلى مساهمة، إلى دعم، إلى مؤازرة، حتى لا يقف القائمون على هذا العمل الخيري وحدهم في الميدان. لكن من فضل الله يوجد هذه الوجوه الطيبة التي ذكرناها، ما زالت مصرة على أنها تؤازر وتساند حتى تتخفف المعاناة. المؤسف والمؤلم أن 99.9% من هؤلاء الأطفال قادمون من أسر فقيرة يعيشون في ظروف صعبة للغاية. قال أمين العاصمة عبد القادر علي هلال بأن هناك جهودا رسمية لإنشاء محطة كهربائية خاصة بأمانة العاصمة، وذلك تفاديا
للانقطاع المتكرر للكهرباء. واعتبر هلال بأن هذا المشروع سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص وبقدرة 200 ميجاوات. اليوم صنعاء بإذن الله ستشهد بإذن الله تعالى تغيير كل شبكة الكهرباء الشبكة والتوليد إن شاء الله بإذن الله. معالي وزير الكهرباء وافق بأننا في المجلس المحلي نقوم بمبادرة إنشاء شركة خاصة بتوليد الكهرباء خاصة بصنعاء بعيدا خفضات ماله. قولوا إن شاء الله. عقد ائتلاف حماة الثورة بدمت في محافظة الضالع دورته الثانية تحت شعار وطن آمن يتسع للجميع. وأقر الائتلاف توسيع نشاطه على مستوى المحافظة. مدير عام المديرية الشيخ سلطان فاضل دعا شباب الثورة إلى مواصلة النضال حتى تحقيق كامل أهداف الثورة. ودعا ائتلاف حماة الثورة بدمت ثوار الضالع للوقوف صفا واحدا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. دشن اليوم بمدينة القاعدة أسبوع التوعية الأمنية الثاني، والذي يهدف لقيام شراكة حقيقية بين المجتمع والأجهزة الأمنية من أجل المساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. الحملة تقام بمبادرة من منتدى المستقبل للتنمية وبشراكة مع مكاتب الأمن والتربية والأوقاف ومنظمات المجتمع المدني. وأكدت كلمات المشاركين على أهمية الشراكة بين المجتمع والأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار. احتفت اليمن اليوم مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي للاتصالات باحتفائية شبابية رياضية نظمتها المؤسسة العامة للاتصالات بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات والاتحاد العام لشباب اليمن. وأقيمت مباراة لكرة القدم بين فريقي المؤسسة العامة للاتصالات والهيئة العامة للبريد، أسفرت عن فوز مؤسسة الاتصالات بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة. ولفت وزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات يأتي واليمن يتطلع إلى مواكبة تقنيات الاتصالات والإنترنت. الهدف الأساسي منها هو التشجيع على ممارسة الرياضة لما لها من أهمية على المستوى الصحي والاجتماعي حتى على المستوى الأمني، وعلى أساس أنه نحاول نحن نوجه الشباب لما يهمهم ولما يوجههم للصالح العام. طبعا المشاركة يشارك فيها أكثر من جهة ممثلة باتحاد الرياضي للجميع ومؤسسة سماء اليمن إضافة إلى اتحاد الشركات وبدعم من قطاع الاتصالات. أعتقد أن الفعالة كانت فيها مشاركة إيجابية واستطعنا أن نجمع كثير من الفئات لتوعيتهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة. ننتقل بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى الزميل بلال الصبري وما في جعبته من أخبار اقتصادية. إليك بلال. إذن شكرا لك ماجد وأهلا بكم مشاهدين الكرام في ملفنا الاقتصادي لهذا الأسبوع، حيث نستعرض قضية التمويل الأصغر والذي يختص بتمويل المواطنين الراغبين بعمل مشاريع خاصة تجارية لهم بالتمويل والاقتراض من مؤسسات خاصة. للمزيد نتابع هذا التقرير. هذا غيض من فيض من مشاريع التمويل الصغير والأصغر المتواجدة في صنعاء. أكثر من 97 ألف مشروع في مختلف المحافظات اليمنية أنشئ بتمويل من المؤسسات الخاصة بالتمويل الأصغر، حيث يعمل فيها ربع مليون شخص ويستفيد منها أكثر من مليون ونصف مليون فرد، كما وصل مبلغ القروض لهذه المشاريع أكثر من 8 مليار ريال. وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في أوساط اليمنيين، فتعمل مشاريع التمويل على تخفيف الفقر والقضاء على البطالة كما تشير إحصاءات شبكة التمويل الأصغر. وتتركز هذه المشاريع في مجال إنشاء محلات تجارية ومعامل خاصة بالنساء كالخياطة وغيرها. قصص نجاح لأصحاب مشاريع تظهر مدى حاجة الكثير من المبدعين إلى أموال لصقل مواهبهم وإظهار هذه الإبداعات والابتكارات، وبحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدعم من أجل تخفيف البطالة بشكل أكبر من خلال تبني مثل هذه المشاريع. وفي ذات الوقت يشكو عدد من المواطنين الراغبين من الصعوبات والضمانات التي تتطلبها بعض مؤسسات التمويل. كانت مشاريع التمويل الأصغر تستهدف المدن، لكن بما أن الريف اليمني يصل إلى 75%، فإن مؤسسات التمويل حاليا تخطط لاستهداف الريف. نتابع.
تمويل أصغر عادة ما يستهدف المدن حاليا، ولكنه سيصل إلى الريف عن طريق المنتجات الزراعية والقروض الريفية. بإمكان الحكومة أن تدعم قطاع التمويل الأصغر عن طريق البنك المركزي، بأن تقوم البنوك التجارية الأخرى بتخصيص مبالغ من محفظتها لدعم قطاع التمويل الأصغر. بإمكان هذه البنوك الكبيرة أن تدعم المؤسسات الصغيرة أو أن تدعم العاملين بشكل مباشر، فهذا حيدعم القطاع. يعول الكثير من المواطنين وغيرهم على البنوك، البنك المركزي والبنوك الأهلية بدعم هذه المشاريع. لمعرفة هذا معنا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى نصر المحلل الاقتصادي. مرحبا بك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، يبدو أن الاتصال قطع، وفي الختام نشكركم مشاهدينا الكرام، وعودة إليك ماجد. شكرا بلال. ولم يبقى إلا متفرقات الأخبار السريعة، حيث نظم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء بالتنسيق مع معهد العلوم الصحية بسيئون الحفل التكريمي الثاني لخريجي المعهد للعام 2013 و14 من عدة تخصصات. كرمت جمعية الأمان للكفيفات اليوم بصنعاء العاملين فيها من مدرسين ومدربين ومتطوعين، يأتي ذلك تقديرا للجهود التي يبذلونها في تأهيل المعاقين وتدريبهم في بناء المجتمع. وفي الاحتفاليات تحدثت مديرة المؤسسة نبيلة الوادعي عن إنجازات الجمعية منذ تأسيسها عام 90 وما تقدمه لهذه الشريحة من خدمات الرعاية والاهتمام والتدريب والتأهيل ودمجهم في المجتمع. أقيم اليوم بصنعاء حفل إشهار مركز الأترجة لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية والإعلان عن انضمام المركز للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. وأشادت فقرات وكلمات الحفل بدور المركز وإسهاماته في تعليم كتاب الله. نفذت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية مشروع توزيع 850 سلة غذائية بمحافظة إب بتكلفة إجمالية تصل 8 ملايين ريال بدعم من الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت. أكد وزير الزراعة والري فريد مجور على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بالقضايا الزراعية وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش الاستعداد لتنظيم المهرجان الزراعي الثاني. أقيم اليوم في نادي ضباط الشرطة الفعالية الجماهيرية الأولى التي تحمل عنوان المتسامح رابح، وحضر في هذا اللقاء الجماهيري الشيخ توفيق الصايغ الذي يستضيفه منتدى بناة الشباب للتنمية ركاز اليمن. حصد الطالب مصطفى أحمد حسن من كلية الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا على المركز الأول في مسابقة المشاريع الهندسية لبوابة صنعاء التي نظمت بالتعاون مع أمانة العاصمة ومشاركة عدد من الجامعات الحكومية والأهلية. ناقشت لجنة تحكيم الابتكارات بالعاصمة الابتكارات والاختراعات المقدمة من طلاب المدارس، وأشادت اللجنة بما قدمه طلاب أمانة العاصمة من أعمال، جاء ذلك على لسان رئيس لجنة التحكيم الدكتور عبد العزيز الذبحاني. انطلقت اليوم بالعاصمة صنعاء الورشة التعريفية الأولى باليمن في المنهاج التربوي للأطفال والذي استهدف العشرات من المدارس بأمانة العاصمة، ويهدف لبناء الشخصية الإبداعية والأخلاقية عند صغار السن. ختام النشرة والتذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. قتلى وجرحى في اشتباكات بين ميليشيات الحوثي ورجال القبائل في الرضمة وعمران. We'll be right back.
النازحون من مناطق الحرب على القاعدة في شبوة يشكون إهمال السلطات. دمتم ودام الوطن بخير، في أمان الله.